أوامر ملك الحزم في حادثة الحرم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عدة أوامر بشأن حادثة سقوط إحدى الرافعات في المسجد الحرام، وذلك على النحو التالي: صرف مليون ريال لذوي كل شهيد توفاه الله سبحانه وتعالى في هذه الحادثة، صرف مليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، صرف 500,000 ريال لكل واحد من المصابين الآخرين. وجه حفظه الله ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائيا. الملك يوجه باستضافة 2 من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج لحج عام 1437 من الهجرة. وجه حفظه الله بمنح ذوي المصابين في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة. تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق ينفي الشبهة الجنائية. تبين سبب الحادث بتعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في وضعية خاطئة. وضعية الرافعة مخالف لتعليمات التشغيل التصنيعي. إيقاف تصنيف مجموعة بلاد السعودية ومنعها من الدخول في أي مشاريع جديدة. أمر الملك بمنع سفر جميع أعضاء مجموعة بلاد السعودية إلى نهاية التحقيق.